فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أشهد الله على محبتك فيه. من فضيلتكم تبيين حكم الأناشيد وجزاكم الله خيرا. الأناشيد ما للمسلم فيها شغل، الأناشيد للأطفال والبزران، ما هي لطلبة العلم والعقلاء من الرجال، إنما هي من باب اللهو، من باب اللهو، فهي للأطفال ومن في حكمهم. وأما طلبة العلم وأما الرجال العقلاء فيترفعون عنها ويشتغلون بذكر الله سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن. ولأن الأناشيد تجري على استماع الأغاني، إذا استمر الاستماع إلى الأناشيد جره ذلك إلى استماع الأغاني المحرمة. ولأن الأناشيد يكون في بعضها استصحاب للدف وآلات اللهو، فيبتعد المسلم عنها ولا يحتفل بها